ايه الاوردر ده؟ هو كل يوم اوردر يبوظ كده؟ انا على فكره انت غبيه جدا ومش نافعه في الشغلانه دي. ما تحرجنيش قدام الناس عشان خاطري وانا اوعدك اني هتعلم بسرعه. يعني انا اسفه ما كرهاش كده. انا اسفه. يعني لو حضرتك مكان الزبون ده انا كنت هعمل كده برضه. انا بتكلم مع الزبون، هو الزبون شوف حقه ايه وانا اديهوله، بس ما هو للاسف سابني ومشي، زعل ومشي. طب انت حق الاوردر كام؟ هو مش على حق الاوردر يا فندم. ايا كان هي عملت ايه مش حقك ان انت تكلمها كده قدامنا كلنا، كان ممكن تاخدها في المكتب تتكلم معاها مهما كانت هي عملت. الصدمه لو شفت سواق تاكسي رافض يساعد ام اللي فيها مكفيها، رافض يساعدها في انها تدخل ابنها المقعد جوه العربيه، هتتصرف ازاي؟ والله ما تقدريش تاكل، طالع اروح ايش فدوه؟ لا مني يطلع بيه هذا، ما عندي احد، انت تقول لي ليه؟ ناس كتير كانت بتتابع وبتحاول تفهم القصه، بس ده مش هيطول كتير. جد انت ايش قد رايك؟ خلاص انت تصدق عليه انت؟ قد رايك استاذي؟ انت جاب قد رايك شو اسوي لك لعب؟ تعايم بس على الحبيب منا، بس احنا صادق. مو هناك شلون؟ هناك وين انا اتفق وياه بالتاكسي؟ الناس كلها كانت رافضه استغلال السواق وانعدام الرحمه في قلبها. ليش صايع على المره؟ شنو شعلك عليك انت؟ شو عليك؟ شنو؟ انت شو عليك؟ بس على سيارتك، هاي على سيارتك لا كسرها، هاي كروتك توقف هاي 50,000 روح. الصدمه ساعات بنتعرض لمواقف بنفضل فاكرينها وبنفضل نتعلم منها لوقت طويل، خصوصا لما يكون بطل الموقف طفل غلبان ومكافح وبيحارب ظروف حياته الأسيئة. ساعتها قلبك وضميرك وإنسانيتك يا يتحركوا يا ما يتحركوش. بكرة بجيبها لك. ما في بكرة، ما في بكرة. لا 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 اصبر، الحساب كم حسابه؟ وده كان تصرف من القلب بجد. دايما انا اجيك هنا و... لا مو دايم. ها؟ اعطيه 5 ريال يعني. 5 ريال، خذ 5 ريال مني يعني. لا بس ما انت مستفيد ليش؟ يا عم خير، يا عم خير تلاقيه. حتى لو جاء كل يوم وانا موجود انا حدفع عنه. الرحمة لغة الإنسانية اللي المفروض كلنا نتكلمها. الصدمة. أرجعك إزاي؟ وأنا قلت لك مش هعمل كده تاني والله. هي قالت لي أنا اعتبرته مت ودفنته. عايز مني إيه؟ أنت عملت إيه معاه؟ ما انت اكيد عملت حاجه صعبه. مد ايده عليها. نظره بتقول كلام كتير. لا ربنا في كل كتب السماويه وسع الارض. ابتدى بالله واذكر ربنا كده. ربنا بس وهدى ايه؟ ما ينفعش ده ابنك برضه، معلش. انت ما شفتيش اللي عمله ما تعرفيش. لا ده هو اداناك برضه. معلش اديله فرصه. بعمل ايه طيب؟ معلش فرصه واحده بس، فرصه اخيره. الصدمه. لو شفت طفل غلبان بيبيع مناديل في وسط الشارع ومع هذا ماسك كتاب وبيحارب عشان يتعلم وطلب منك تساعده وتشرح له حاجه في الكتاب، هتديله من وقتك ولا وقتك اغلى من ان انت تساعد طفل بيمر بظروف صعبه؟ بس هو المساله ساعدني. تعال دقيقه، استعمل الصوره التحليليه واجد ناتج الجمع. قدم ناتج الطرح حسب مكتبه الرقم الملون. فاطمه تذكرين شيء؟ ليش متعجل؟ اعطيك فلوس وروح. رد فعلا بلا تردد، الله عليك بجد. كل شيء جوا مثلا لو 350 تصير اقرب لل 400. واحد وواحد اليد. ليش ما اقدر؟ حاول يساعده بكل الطرق، وده كان تصرف نبيل بجد. الصدمه. عندك يا هو؟ بتمسح الكود وبيطلع لك المعلومات كامل. الصراحه ما عاد اتعامل مع الكود، ليتك تعطيني وش اللي موجود. امسح الكود وخلاص يا اخي. يا اخي ما اعرف. لا حول قوه الا بالله. قلت لك امسح الكود، انا شفت تروح وتجي تروح وتجي ثاني مره ذي. جاهل وشايب خلاص. اقسم بالله دخلنا غصب عني. وش تبي تشرب؟ تشرب خلاص. تشرب منه. ما عاد ما ابغى. اقسم بالله تشرب. تعال. ايش عندك؟ ايش عندك؟ ايش عندك؟ ابوك انت محسودك عليه. مسح على وجهك. يا اخي احترم الزبائن يا اخي، مالك خلق قدام اطلع برا، قله الادب هذه. الصدمه. التنمر بين الزملاء والزميلات من مختلف الاعمار امر مؤسف جدا ومؤذي نفسيا جدا، ده اللي لازم كلنا نفهمه لاولادنا وده اللي لازم كلنا نربيهم عليه. من ملزق عليك هذه منهم؟ وشو؟ رقع. انا ماني عارفه ليه ما يحبوني. الدعم النفسي بيغير كتير في حياتنا،